الناشئ الواعد جدا شادي رضوان، مجرد ما اتحط تحت المنظار وبدات الناس تتكلم على انه في ناشئ في الاهلي ضمن افضل 10 لاعبين في العالم، الجارديان الانجليزيه حطته ضمن ابرز المواهب في سنه، اصيب ويعني ما كاد يرجع، حتى اصيب بكسر في الترقوه عشان يحتاج لاجراء جراحه يا باشمهندس. ما كاد ان يعود حتى عاد. حتى عاد. الى الاصابه. نتمنى له يعني الشفاء العاجل. هو بس احنا مش بنترفق بنجومنا الصغيرين، والله ما هم حمل الضغط ده. الضغط بالاشاده والضغط بالمتابعه والضغط يعني ده سنه 16 سنه ولا ما كملش 17 سنه عشان يتحط في كل هذا التقييم وهذا الترقب وهذا التوقع العالي قوي منه. ربنا يرجعه بالسلامه ويبقى بالراحه على نفسه واحده واحده.